السلام عليكم، اهلا، ازيكم احلى متابعين لقناة فن المطبخ والبيت. النهارده جايين مع بعض هنعمل طريقة المندي، طريقة سهلة وحلوة جدا، طعمها تحفة، هيعجبكم قوي لو جربتوه. وطبعا هتابعوني على قناة الشاشة فود. يلا مع بعض نبدأ الطريقة والمقادير نقولها. دلوقتي معانا المقادير، انا جايبة فرخة ومنضفاها، غسلتها من جوه ومن تحت هنا ونضفتها ما بين الجلد واللحم، ما خليتش اي حاجه خالص. بعدين معايا معلقه صلصه كبيره، معايا هنا توابل، معلقه ملح، رشه فلفل اسود، قرفه مطحونه، وده بصل باودر، وده حبهان مطحون، وده جنزبيل، وده كركم، ودي بابريكا. خلاص دي المقادير بتاعتنا. هنحط معلقه الصلصه على الفراخ، هنجيب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل بالتوابل كلها وهندعكها في الفرخة كلها، يعني من تحت ومن ما بين الجلد وكلها، علشان كل التتبيلة دي تدخل في الفراخ. انا عايزة الطعم كله يتشرب بيها. انتوا عارفين ان القرفة حلوة جدا مع الفراخ، وبرده مع صينية البطاطس بتبقى جميلة قوي، طعمها شهي جدا. تمام اهو، هدخلها بس هنا، دخل التتبيلة بتاعتي كلها، شايفين كلها اهي خدت ايه التتبيلة من جوه. هسيبها بقى لمدة ساعة بالظبط، وبعد كده في خلال الساعة دي انا نقعت هنا، نقعت الكوبايتين من الرز البسمتي، علشان المندي لازم تديله رز بسمتي. خلاص اتفقنا؟ خلاص هنسيبها ساعة، هنغطيها بالفويل، وبعد كده هنركنها ونجهز بقى الرز وتوابل الرز بتاعتنا المندي. دلوقتي رجعنا بعد ما تبلنا الفرخة ساعة بالظبط، وطبعا نقعت الرز، وزي ما انتوا شايفين الحباية بتاعته كبرت، انا نقعته في رز في مية باردة مش مية سخنة. معايا ايه؟ معايا نص الفنجان زيت، فنجان صغنن يعني مش كبير، ومعايا ده توم باودر، ده جنزبيل اصلي، وده فلفل قرن فلفل احمر، تمام، ده زعفران، وده كركم عشان انا عايزه اللون يبقى حلو، وده بمعلقه بصل بودر، ودي توابل كاري، وده مكعب ماجي، وورق لوري، واتنين لومي. عايزه تحطي واحده ماشي، عايزه تزودي تضيفي جوز الطيب بشر صغير مفيش مشاكل. خلاص، وده نص فص ثوم بالظبط، وشويه ليمون، يعني نص ليمونه قولي، وملح بس خفيف، ده هندهنه على وش الفراخ. تمام كده، اول حاجة هنحط الرز بتاعنا في الصينية. هنوزع دلوقتي الرز في الصينية، دول كوبايتين رز، هنحط عليهم 4 كوبايات مية مغلية، عشان الرز البسمتي بيكبر يعني بيحتاج مية اكتر من الرز المصري بتاعنا. تمام، هنحط التوابل بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين معايا، وهنقلبها كويس. ودلوقتي هنزود زي ما قلت لكم الميه السخنه، بسم الله، زي ما قلت مكعب الماجي بتاعنا هيدوب لوحده ان شاء الله. طبعا هنحط 4 كوبايات رز، لان حطينا 4 كوبايات ميه، لان حطينا 2 كوبايتين رز لسه. طبعا هي عايزه ميه، ثواني. كده تمام قوي، هزود بس شوية زيت صغيرة كده، ان شاء الله نضمن ان الرز هيستوي. ودول كام عود قرنفل انا حطيتهم، لو عايزة تتأكدي من ان المية طعمها يعني ملحها مظبوط ممكن تدوقيها دلوقتي. بعد كده انا عندي السلك ده، انا دايما بستخدمه في الفراخ، بحطه عليه الفراخ او اللحمه في المندي،
قبل كده عملنا لحم مندي، اللحم كان طعمه رائع بجد. هنثبتها كده وهنحط الفرخه بتاعتنا. قبل ما نثبتها هنحط فويل الاول. خلاص ثواني مع بعض دقيقه. هنقفل الفويل كويس عشان احنا هنخرمه. خلي بالك بعد ما تستوي البخار بتاعها بيبقى قوي جدا، ممكن يلسع صوابعك او ايدك، فخلي بالك من الموضوع ده. اهو انا بقى ايه هخرمها قبل ما احط عليها الفراخ. هقفلها كويس قوي، هي هتاخد تقريبا ساعة ونص، من ساعة وربع لساعة ونص بالظبط، على فرن في فرن متوسط الحرارة يعني 180 درجة. تمام هتاخد ساعة ونص. انا اللحمة قبل كده خد معايا ساعة ونص والفراخ ساعة وربع، بس الفرخة دي كبيرة فطبعا هتاخد وقت اكبر. تمام اهو بسم الله. هنحط السلك بتاعنا ده في صواني انا شفتها بس بره مش هنا، بتبقى الصينية جايب السلك الشبكة اللي عليه، فدي حاجة تانية بقى. قبل ما نعمل هنخرمها دلوقتي. هنخرم يعني كام خرم بس علشان التتبيله بتاعت الفراخ تنزل على المندي، على رز المندي، تخلي طعمه حلو. اتفقنا؟ بسم الله. تمام كده. هنجيب الفرخه اللي احنا تبلناها كويس قوي، بسم الله، هنحطها هنا كده. شايفين اهي الشكل اللي انتوا شايفينه معايا. هجيب زي ما قلتلك كده التتبيلة بتاعت الثوم والليمون والملح، وايه اتبلها من بره خارجيا على الجلد من بره، بس تبقى ريحته ده الخليط بتاعي. بصوا ازاي اهو، اخلي طبعا احنا خرمناها زي ما قلنا وحطيناها على الشبكة وخلاص هنغطيها. بصوا بسم الله اهو، اهم حاجه تقفلي كويس عشان البخار هو اللي هيسويها، بخار الصينيه بتاعت المندي. وفي الاخر اخر تكايه هقول لكم عليها عشان تدي ريحه الشوي اللي احنا بناكلها من بره من المطاعم الكبيره او محلات المندي. اهي ادي صينيه المندي، هنشغل الفرن عليها ونسيبه يسخن 10 دقايق قبل ما ندخل الصينيه، ونسيبه على درجه حراره 180 زي ما قلنا. دلوقتي حبايبي وهي خدت الوقت بتاعها هننزلها كده بشويش، خلوا بالكم علشان سخنه شويه. هنشيل عنها بصوا الجلد بتاعها سقط لوحده، انا بس مش عايزه ايه اشيل عنها كله، انا هحطها تحت الشوايه دلوقتي. دلوقتي بصوا انا حطيت فحمه، دي تركايه صغيره، وريني يا يوسف، يوسف ابن اختي بيساعدني النهارده. بصوا انا عايزه كده اهو، شايفين؟ بس انا هحط دي اهو في قلبها عشان تبقى متبخره واخده طعم الشوي، طعم الفحم بتاعنا. هنغطيها نحطها في الفرن لمده دقيقه بس كده. حبايبي هنغرف الرز بتاعنا، بصوا استوى وجميل ازاي، ولا لازق في الصينيه ولا اي حاجه، يعني مش ما اتحرقش ولا حاجه، وخد ساعتين سوا مع بعضه. بصوا ما شاء الله الريحه ما شاء الله جميله، والفراخ بتاعتي هحطها على وش مندي ان شاء الله طبق النهارده جاهز ان شاء الله. يا ريت يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله.